بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سيتاسيون سيليب، أقوال مأثورة أو مشهورة. إذا نبدأ بأول قولة كما عندنا هنا، جات سي لو فيرب جوتي، هو فعل رمى. إذا عندنا هنا لو فيرب جوتي على امبيراتيف، يعني فعل جوتي هو مصرف في الأمر. إذا جات إن أسيات باغ تيغ، ارمي صحنا على الأرض. إذا هنا أنا أمرك مثلا بأن ترمي صحنا على الأرض. جات إن أسيات باغ تيغ، ارمي صحنا على الأرض. أوكي سيفي، نعم هو فعل. عندنا الظرفه سيفي يعني أنه فعل، يعني أنا رميت الصحن على الأرض. أوكي سيفي يعني لقد فعل، لقد قمت بالفعل. إل سي كاسي، إذا أنا أسألك إل سي كاسي، هل كسر الصحن؟ طبعا الحال الصحن عندنا هنا كلمة مؤنثة، لذلك نقول عنها إل. إل سي كاسي هي كسرت. وي نعم المقصود أنها كسرت. مانتنو إكسكوز توا، الآن استسمح. مانتنو إكسكوز توا، سي لو فيرب سيكسكوزي، سي لو فيرب سيكسكوزي يعني أنك تستسمح وتطلب العفو. إذن إكسكوز توا، إذن أطلب العفو. إذن أنت الذي رميت الصحن ستقول باردون، باردون إكسكوز موا، اسمح لي، المقصود اعفو عني أو استسمح، باردون. إذن إلي غوفوني، الآن وأنت استسمحت بعد أن رميت الصحن وتكسر، إلي غوفوني كوم أفون، هو عاد كما كان من قبل. نو تي كومبري، إذن هل هو عاد كما كان من قبل؟ الآن أنت رميت الصحن على الأرض فتكسر، ثم أنك رجوت العفو. عندما رجوت العفو هل عاد الصحن كما كان؟ ألي غوفوني كوم أفون، هو عاد كما كان من قبل، المقصود هل التأمت كسور الصحن، هل عادت له أطرافه وتجمع كما كان من قبل؟ نو نو، المقصود أنه لم يعود كما كان. تي كومبري، هل فهمت؟ تي كومبري، هل فهمت؟ طبعا الحال أنت قمت بفعل خطأ إن صح التعبير، ثم أنك اعتذرت، لكن هذا الاعتذار لم يعيد ما كسر. ما معنى المقصود هنا؟ تي كومبري، هل فهمت؟ إذا ماذا فهمت من هذه الوقعة؟ المقصود هنا على الإنسان طبعا الحال أن يحترس من أن يقع في بعض الأخطاء التي تجر عليه بعض المشاكل، أو يقوم ببعض الأفعال التي يندم عليها. إذا طبعا الحال على الإنسان أن يحترس طبعا الحال من أن يمس الآخر مثلا بسوء إلى آخره، أو يقوم ببعض الأفعال التي سيندم عليها. ثم من الممكن أننا نستفيد من هذا كون الإنسان عليه أن يولي عناية كافية لبعض الأمور التي يمتلكها والتي لا يعرف قيمتها حقيقة إلا بعد فقدانها. إذا الإنسان عليه أن يفكر في الكثير من الأمور التي يمتلكها والتي لا يعرف قيمتها إلا بعد فقدانها، والتي بعد فقدانها لا يمكن تعويضها. إذن جات إن أسيات باغ تيغ، أوكي سيفي، إل سي كاسي، وي مانتينو إكسكوز توا، باردون، إل إي غوفوني كوم أفون، نو تي كومبري. أيضا لا ليبرتي كومونس أو لينيورونس فيني، لا ليبرتي كومونس أو لينيورونس فيني، الحرية تبدأ. عندنا لو فيرب كومونسي، عندنا فعل كومونسي يعني فعل بدأ، إذا لا ليبرتي كومونس، الحرية تبدأ، أو لينيورونس فيني، حيث الجهل ينتهي. عندنا لو فيرب فينير يعني انتهى. عندنا هاد أو أنها تعني المكان، وممكن مجازا تعني الزمن. إذا لا ليبرتي كومونس، الحرية تبدأ، أو لينيورونس فيني، حيث الجهل ينتهي. الحرية تبدأ في المكان الذي ينتهي فيه الجهل، أو في الزمان الذي ينتهي فيه الجهل. إذن لا ليبرتي كومونس أو لينيورونس فيني، طبعا هذا أمر حقيقي وصحيح. طبعا الحال في المجتمعات التي يكون فيها الوعي مرتفعا تكون الحرية، وتكون النظرة البعيدة
غير النظرة الضيقة لطبيعة الحال. أما في المجتمعات التي يكثر فيها الجهل، في المجتمعات المتخلفة ينتشر الجهل، وبالتالي تنتشر النظرة الضيقة والحسابات الضيقة. طبيعة الحال الكلام هنا يطول لإعطاء أمثلة من الواقع. عموما لا ليبرتي كومونس أو لينيورونس فيني. إذن الحرية تبدأ من حيث ينتهي الجهل، حيث ينتهي الجهل لينيورونس المقصود به الجهل. تنتكلم مثلا على لو فيرب إنيوري يعني فعل جاهلة، مثلا جينيور كيلكو شوز أنا أجهل شيئا. إذن إنيوري كيلكو شوز يعني أنك تجهل شيئا. نقول عن شخص إنيورون وبيه إنيورونت يعني جاهل أو جاهلة. إذن نتكلم عن لينيورونس. تد القول أيضا طبعاً الحال نفس الكاتب يقول أوفغي دي زيكول، أوفغي دي زيكول افتحوا المدارس، فو فيرمي دي بريزون تغلقون السجون. أوفغي دي زيكول، أوفغي دي زيكول افتحوا المدارس، فو فيرمي دي بريزون تغلقون السجون. إذا يمكن أن نقول بأن هذا القول من تلك، يعني عندما ينتشر الوعي طبعاً الحال تقل السجون وتقل الجرائم وينتشر السلم. وينتشر السلم لماذا؟ لأن أفراد المجتمع يكونون بالوعي الكافي الذي يتجنبون فيه كل المتاهات. إذن أوفغي دي زيكول افتحوا المدارس، فو فيرمي دي بريزون تغلقون السجون. طبعا الحال هناك بعض الدول الديمقراطية التي لم تعد فيها سجون. لماذا؟ لأن الجريمة انتفت تماما. في القولة الموالية اكزيج بوكو دو توا ميم اي اتون بو دي زوتر اي اتون بو دي زوتر انسي بوكو دي نوي تو سورون ايبارني انسي بوكو دي نوي انسي بوكو دي نوي تو سورون ايبارني. اولا لو فيرب اكزيجي، لو فيرب اكزيجي المقصود به دوموندي يعني يتطلب، يتطلب سيتادير دوموندي او بيان ريكلامي اون فيرتو دان دروا يعني أنك تطالب بحق. réclamer en vertu d'un droit يعني أنك تطالب بحق. أو bien nécessité يعني أن هذا يستلزم. نقول مثلا صلاة exige هذا يتطلب، أو نقول ce travail exige يعني أن هذا العمل يتطلب، يتطلب كذا وكذا. إذا نتكلم عن الverb exiger. طبعا الحال عندنا exige beaucoup de toi-même المقصود كما لو نقول استلزم كثيرا منك. هنا المقصود كما لو نقول استلزم كثيرا منك، اكزيج بوكو دو توا استلزم كثيرا منك، المقصود انه عليك ان تحاول كثيرا منك، المقصود عليك ان تفعل الكثير منك. اي اتون بو دي زوتر ثم انتظر القليل من الاخرين، عليك ان تتجنب ان تنتظر الكثير من الاخرين، بل عليك أن تبذل الجهد الأكبر منك، أن تفعل كل ما في جهدك. طبعاً الحال عليك أن تلزم نفسك بفعل الكثير. exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. exige beaucoup de toi-même يعني كما نقول إلزم نفسك الكثير منك، كما نقول افعل الكثير منك نفسك et attends peu des autres وانتظر القليل من الآخرين. عليك أن تتجنب انتظار الكثير من الآخرين، بل الكثير يجب أن يكون منك وليس من الآخرين حتى لا تقع في المأزق. إذن على الإنسان في البداية أن يبرمج نفسه على أن يفعل الكثير لنفسه دون الانتظار الكثير من الآخرين. إذن exige beaucoup de toi-même et attends c'est le verbe attendre. C'est le verbe attendre. يعني فعل انتظر. اي اتون وانتظر. بو قليلا des autres قليلا من الاخرين. انسي وهكذا. بوكو دي نوي تو سورون ايباغني وهكذا الكثير. طبعا الحال اللي نوي المقصود به هو الضجر او القلق. اذا نتكلم عن difficulty او بيان inquiétude او سوسي. اذا نتكلم عن صعوبه inquiétude يعني قلق. سوسي المقصود بالهم. إذا نتكلم عن صعوبة، عن قلق، عن هم. إذا لتتجنب هاد الصعوبات وهاد
الهموم وهاد القلق، إذن عليك أن تفعل الكثير لنفسك دون انتظار ذلك من الآخرين. على العكس، عليك أن تنتظر القليل من الآخرين. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup de nuits te seront épargnées. يعني أنها ستتفاداك، وبالتالي الكثير من القلق والضجر والصعوبات ستتفاداك، يعني أنها لن تقف في طريقك. عندنا هنا الفيرب إيباغني. إيباغني يعني إدخر. ما معنى إدخر؟ يعني أن الإنسان يعمل ثم يحصل في آخر الشهر مثلا على راتب معين، إذا بطبيعة الحال ينفق جزءا منه وجزءا يدخره، يعني أنه يضعه جانبا. هذا الفيرب إيباغني. منه تأتي كلمة لبارن. لبارن يعني الإدخار. طبعا الحال ما وضعه الإنسان جانبا يسمى لبارن. طبعا ما يضعه الإنسان جانبا هذا الأموال التي يدخرها الإنسان تسمى لبارن، تسمى الإدخار لبارن. إذن عندما نقول هنا أنسي بوكو دينوي تسوغون إبارني، يعني أن الكثير من القلق ومن الصعوبات ستوضع جانبا، وهذا بفضل ماذا؟ بفضل أنك وضعت في حسبانك منذ البداية أنه عليك أن تقوم وتفعل الكثير لنفسك وألا تعتمد على الآخرين بالكل. وحتى لو وضعت الآخرين في حسبانك فعليك أن تنتظر منهم القليل. بهذه الطريقة طبعا الحال ستتجنب الكثير من الصعوبات. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Et attends peu des autres. Ainsi beaucoup de nuits te seront épargnées. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.